بعد المعاناة اللي عناها الشارع الليبي وأيضا في ظروف الأزمات التي مرت بها الحكومتين يعني بصحيح العبارة، هذا ما أربك الليبيين وخاصة في الفترة الأخيرة، لكن نتمنى من هذه الحكومة أنها يعني شاهدت المعاناة اللي عناها الشارع الليبي، فنحن ننتظر هذه الحكومة ونتمنى يعني التوفيق لهذه الحكومة في إدارة ما يدور داخل ليبيا. الاسراع يعني في اتخاذ القرارات في حل الازمات اللي يعاني منها الليبيين، حتى يشعر الليبيين بان ضروره يعني تواجد حكومه يتوافق عليها الجميع، حتى لا تكون هناك اعتراضات من قبل المعارضين لهذه الحكومه. فنتمنى يعني وصول هذه الرساله للحكومه الجديده يعني حتى يرى الشارع يعني النور على الارض. نسأل الله العلي العظيم أن الحكومة الجاية تنظر للمواطن، تلبي له الاحتياجات، تحل الأزمات. نحن ما نبوش يكونوا كيف الحكومات السابقة تزيد الأزمة وتأثر في المواطن، وحست أن المواطن أن البلاد هذه هي مش بلاده. نحن نتمنى أن الحكومة تقدم في جهتها كل شيء وتركز على المواطن. فيما يخص حكومة الوفاق اللي الآن بدأت وشكلت في تونس، أنا أرى أنها الآن أصبحت يعني أمر مختم على الليبيين جميعا، رغم أن في وقت المفاوضات مرت بمراحل كانت هناك العديد من المظاهرات التي كانت ترفض هذه الحكومة. ولكن يبدو أن الأوضاع الصعبة اللي تمر بها ليبيا الآن وخصوصا ببعض المدن، انقطاع التيار الكهربائي، الأزمات المتتالية التي يعني يعاني منها المواطن الليبي، بالإضافة إلى أزمة الأمن، كانت شيء ضاغط على المواطن ليصبح المواطن كمن يريد أن يتعلق بقشة للنجاة والوصول إلى بر الأمان في ليبيا. أنا أرى أن حكومة الوفاق سوف تكون ربما حل جديد لليبيا يطرح، والآن المواطن الليبي يحاول أن يكون في موضوع التجربة. الحكومات السابقة دخلت إلى التجربة، فهذه الحكومة سوف تدخل أيضا للتجربة، فهي ربما تعتبر سفينة نجاة للليبيين في هذا الوضع.